تبارح مكانكم. إنه إنذار خاطئ. انبطح أرضا، نحن نتعرض لهجوم. غريب كيف يستعيد المرء نشاطه بعد نهار تسوق قصير. هذا مذهل. تشعرين هكذا ربما لأنك أحضرت مساعدك الخاص ليحمل أكياسك كلوفر. أوليس راندي لطيفا جدا؟ انتظريني هنا يا حبيبتي وسأحضر السيارة في الحال. حسناً عزيزي، ما دمت تصر. ألا تعتقدين أنه من القساوة استغلال راندي المسكين هكذا؟ أجل، من تخالينه، صديقك أم لعبتك؟ ماذا أفعل إن كان الشبان يجدونني لا أقاوم بحيث يضطرون للاهتمام بي كثيراً؟ واو، أنت سريع حقاً راندي. لم أشأ أن أجعل أجمل فتاة في بيفرلي هيلز تنتظر. أوه راندي، أنت شاب لطيف جداً. معقول؟ ونحن أين سنجلس؟ هنا في الأمام بجانبي. ولكن ماذا عن راندي؟ لا تقلقا بشأني، سأستقل الحافلة. إنها فكرة ممتازة. كلوفر لا يزعجه الأمر أبداً. حسناً، هل ستصعدان أم ماذا؟ إلى اللقاء كلوفر. لا أصدق أنك تركت راندي يستقل الحافلة، هذا أمر معيب. صحيح، لم يكن يجدر بي تركه يرحل قبل أن يأخذ أغراضي إلى التنظيف. ماذا لو نذهب بعد الظهر إلى البحر؟ أنت واثقة أنها فكرة جيدة؟ فالسماء تبدو غائمة. هذه ليست غيمة، إنها طوافة الوف. نهاركن سعيد. أهلاً، كان سعيداً حتى الآن. أنا آسف على المقاطعة، لكن الوضع خطر كما سنرى على الشاشة. رائع، وكأنني أجلس في دار السينما. غير أنه ليس لدينا الفوشار أو شاب نقبله. رجاءً أريد الانتباه يا فتيات. آسفة. الاقتحام، لا تبارحوا مكانكم. لقد اقتحم غريب القاعدة العسكرية في ولاية نيفادا، وتمت سرقة شرائح ذات ذكاء اصطناعي بالغة السرية. هذا خطر. قد يغدو الأمر كذلك فعلا إذا وقعت الشرائح في أيد شريرة، وهذا ما حدث فعلا. أفترض أنه يستحسن بنا إيجادها بسرعة. بالفعل يا سام، والآن إلى الأدوات. نظارات شمسية ماسحة دون الحمراء، حزام ذو شريط مطاطي، حذاء أداء من التيتان، أظافر بشفرات قابلة للسحب بالأزرق الكوني، ووكم ذو تأثير مغناطيسي عال جدا. هذا مذهل، أستطيع سماع الموسيقى فيما أنهال على المجرمين ضربا. إلى اللقاء آنساتي، أو بالأحرى كما يقول الجنود، انصرفنا الآن. اختفت الشرائح ذات الذكاء الاصطناعي؟ أجل، ما من دليل على خلع الأبواب لدخول القاعدة؟ لا شيء سوى هذه القوة الصغيرة في الحائط، إنها أصغر بكثير من أن يدخل عبرها أحد. ما لم يكن الدخيل فئرانا صغيرة. ماذا؟ ألم نرى أموراً أكثر غرابة؟ ولكن لما قد يحتاج أحدهم هذه الشرائح؟ ربما لبناء رجل آلي أو نظام أسلحة ذكي. تمت سرقة شرائح مماثلة العام الفائت. لنفترق بحثاً عن دليل ما. هاي، انظروا إلى هذا. ما هذا؟ يبدو لي أنها خوذة قتال نموذجية، إنما بنسخة مصغرة. لم تعد نظرية أليكس حول الفئران مضحكة أبداً. لك الشكر. إذن لنريها لجاري، ربما نستوضح منه هذه المسألة. هي من توابع ألعاب عالية الجودة، مجموعة محدودة من الدمى على شكل جنود كومبات شاك وكومبات بيتي. إن أحسنت الفهم، أحضر الذين دخلوا القاعدة ألعابهم معهم. نعم، هذا ما يبدو يا كلوفر. هل أنا لا أفهم أم أن الأشرار أصبحوا مثيرين للشفقة؟ وأين نجد هذه الألعاب كومبات شاك وكومبات بيتي؟ يبدو أنها لا تباع سوى في محل واحد فقط في كاليفورنيا يدعى عالم الألعاب. إذن سيكون غايتنا التالية، سنعاود الاتصال بك. هل ستأتينا يا كلوفر؟ بعد أن أتحقق من رسائلي. إنه مزعج، لا
لقد أرسل راندي 35 رسالة. اعتقدت أنك مسرورة لاهتمامه بك وتلبية طلباتك كأميرة. ربما، لكن هذا لا يمنحه الحق باحتكار خطي. أعني إن بدأ يملأ علبتي الصوتية، كيف يفترض بي أن أعيش حياة اجتماعية؟ لن تفعلي، لأننا في مهمة رسمية، هل تذكرين؟ أجل سام، هذا صحيح، علينا أن نمسك اللص وألعابه، لذا هيا بنا. الألعاب جميلة، لكنني لست أرى علاقة لها باقتحام القاعدة أو بمجموعة من الشرائح ذات الذكاء الاصطناعي. في هذه الحال لما لا نعود أدراجنا؟ أعتقد أننا سنذهب إلى الشاطئ. أنا أحب الألعاب الواقعية، لكن هذا جنون. ولكن ما الذي تفعله؟ كما لو أنها توظف جيوشاً على طريقة فرانكنشتاين. أعتقد بدأت أفهم علاقتها بالشرائح ذات الذكاء الاصطناعي. هيا لنخرج من هنا بسرعة. أهلاً، أين تذهبنا هكذا؟ لا مكان. اقبلوا عليهن بسرعة، هيا. لن يهرب أحد من هنا. من مصلحتك أنني لا أحمل مطرقة للذباب. أحذرك للمرة الأخيرة. أنا لا أحب أن يلمس شعري أحد. لطالما نجحت. هاي. حظك سيء يا راعي البقر. هل أنتما بخير؟ فلتتدخل المدرعات. هيا أرسل الطبيب عدوان. لقد صرف نظرها، لنهرب بسرعة. دخلنا الفخ بأنفسهن. ماذا سنفعل الآن؟ نحن بحاجة إلى أعجوبة. شاحنة صغيرة، هل تفي بالغرض؟ ادخلنا هيا. أنا تناسبني. إلى القوات الجوية، تخلصي من هذه العربة. يبدو أن لدينا رفقة. منحدراً.
الآن. حسنا، لقد مر هذا الصاروخ قريبا منا. لا تقلقنا، لدي خطة. أحسنت، والآن هل قلت لنا من تكون؟ أدعى شيت، أنا مبتكر ألعاب. أوه، دعني أحذر، أنت المسؤول عن تلك الوحوش الصغيرة في ذلك المتجر. هذا صحيح، أنا هو. أعتقد يا ساث أنه يستحسن بك أن تعيد تحديد كلمة لعبة. أجل بالضبط. ثم ما هذه الشريحة التي وجدتها في رأس ديناصور؟ دعيني أرى. يقال هنا إن مصدر الطاقة الداخلي قوي جداً، وهي من الرقاقات النادرة ذات الذكاء الاصطناعي. ثمة مؤسسة واحدة فقط تستطيع ابتكار أشياء مماثلة، الجيش الأمريكي. منذ سنة تقريباً استعرت بعض الشرائح لأجعل من جنود صغار ألعاباً أكثر واقعية. استعارت؟ الأفضل أن تقول إنك سرقت. حسناً، سرقتها، لكنني أؤكد لكن أنني لم أدرك مدى قوتها. لم أعرف أن ألعابي ستتجاوب هكذا، كما لو أنها اكتسبت شخصية إجرامية. تعني أن ألعابك هي التي قامت باقتحام القاعدة؟ تماماً، خرجت عن السيطرة كلياً. واو، هذا يفسر الخوذة التي وجدناها والفتحة الصغيرة الموجودة في الحائط. باتت تستخدم تلك الشرائح لتصنع جيشاً من الألعاب. السؤال لماذا؟ صدقني لا أدري، وبصراحة أنا أخاف اكتشاف الأمر. راندي، أخبرني كيف وجدتني؟ صدقيني لم يكن الأمر سهلاً علي أبداً. حسناً، ولكن ماذا تريد؟ خلت أنك قد تحتاجين إلى كنزة صوفية، فالليالي باردة بعض الشيء. راندي، أتود أن تسدي إلي خدمة؟ طلباتك أوامر يا حبيبتي. ارحل، لأنني أقوم هنا بأمر في غاية الأهمية. لا مشكلة، إلى اللقاء. حسناً، الآن بدأ راندي يصبح شاباً مزعجاً بالفعل. لدينا مشاكل أكثر أهمية كإيقاف تلك الألعاب، مفهوم؟ ولكن لا نعرف مكانها حتى. لقد عادت إلى مصنعي تستخدمه كقاعدة عمليات. إذن يجب أن نصل قبلها لانتظارها، هيا بنا. أخبروني، لما علينا دخول المصنع سراً؟ كي لا نتعرض لكمين كلوفر. أجل، أنت محقة، كفانا ما عانيناه اليوم. تعالوا، نستطيع الدخول من هنا. أنا لست أرى شيئاً. أليكس، أجري مسحاً سريعاً. أعتقد أنني أرى شيئاً تحتنا تماماً. لنقضي عليها. هذا سيعلمك. هاي، ولكن لماذا لا تقاتل؟ لابد أنها النماذج القديمة التي لم تجهز بشرائح. إذا تسللنا وقفزنا للا شيء. ماذا يجري؟ لا ترحموا أحدا. أصبح الموقف سرياليًا بالكامل بصرف النظر عن مدى إرباكنا. كفاك ثرثرة أيتها الجندية، تأهبي واستقيمي وقومي بعملك جيدًا. حسنًا سيدي، أعني أيها الرقيب. استراتيجية ممتازة أيها القائد، أوقعت العدو في الفخ. لكنها لم تكن استراتيجية. بقيت المرحلة الأخيرة من مهمتنا، مهاجمة مقر البلدان المتحدة. لا يعقل أن تفعل هذا، سيقع جرح أبرياء. بصفة القائد أمرك بالتوقف عن القتال حالًا. إنه خائن، هيا اقبض عليه الآن. أنا أقيلك من القيادة، نحن نسيطر على العالم من دونك. هذا ما كنت أخشاه أن يقول أمرا مماثلا. بالنسبة إلى شخص أبصر النور منذ بضعة أيام، يبدو هذا الرقيب مجرماً محترفاً. هذا خطأي بالكامل، لم أعتقد يوماً أن هذه الألعاب قد تغدو خطرة. بالحديث عن الخطورة، أتعتقد أن هذه الألغام خطرة؟ هل هذا يجيب عن سؤالك؟ لا تقلقنا، سوف أخرجكن من هذه الورطة. علينا أن نتأرجح لبلوغ تلك الطاولة. علينا أن نحاول. آه. 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 آه.
لا تتحركوا، سأرشدكم عبر حقل الألغام، اتبعوا خطاي. بدأ الأمر يسوء فعلا. اسمعوا عندما أقول انطلقوا ليرقد الجميع، انطلقوا. لا أريد أن أغيظك سيف، لكن لا شيء ممتعا في مصنع ألعابك هذا. آنساتي، مقر البلدان المتحدة محاصر في غمرة انعقاد قمة دولية بالغة الأهمية حول السلام، عليكن الحضور في الحال. سنصل حالا، وأنت جيري عليك أن تمسك بأحدهم. اعتبر الأمر منجزا، أعرف موقعكن. متأسفة سيث، لكنك تعتبر مجرما من الناحية التقنية، هيا بنا. لقد سيطرت على المبنى كما يبدو، ينبغي أن نجد مدخلاً آخر. عندما كنت أتحدث عن مدخل آخر لم أقصد المجاري، آمل ألا تجعلني أزحف عبر الحوض. إنهم يجمعون مندوبي القمة حول السلام، يجب أن نخرجهم من هناك. ماذا يخطط الآن؟ إنه يستخدم مقر البلدان المتحدة كقاعدة يدير منها اجتياح العالم. وأنا التي كانت تعجبني فكرة عالم تحكمه الألعاب، بدت أجدها فكرة مرعبة. ينبغي تفكيك صفوف هذا الجيش نهائياً، الآن أو أبداً. كلوفر تعالي معي. أليكس، فيما نصرف نظر الجنود الصغار، حرر المندوبين. من شأن هذه الأظافر بشفرات قابلة للسحب أن تهدئ مجنون الحرب هذا. ليس هذا الوقت المناسب لكسر الأظافر. دخيلتان، أوقفهما. لا، لقد أرسلت طائرات نحونا. لا تخافوا، سأخرجكم من هنا بأسرع وقت. ما زلت أحتفظ بفكرة جيدة له. ألا تفضلن المشاركة في مأدبة الأطفال؟ هاي، أنا هنا أيتها الدمية، تعالي أمسكيني. لا، اهربوا من هنا بسرعة. حسناً أيها الدمى، تريدين القتال؟ سأشفي غليلك. العملية انتهت سيدي. أيتها الكتيبة، هجوم. لما صنع سيث تلك الألعاب بهذه المتانة؟ لا تقلقا، أنا آتية. أمسكت بك أيتها المزعجة. وجدتها، تأثير الحقل المغناطيسي هو الحل. أليكس، أعطيني الووكمان. وقت اللعب انتهى. لا. أحسنتن آنساتي، بفضلكن أنقذ العالم من اجتياح الألعاب المتمردة. التكلم بصيغة المجهول يشعرني أن الأمر فقد كل معانيه. هل نحن مضطرين لإدخاله السجن؟ لقد سرق تقنيات عسكرية بالغة السرية، لكن بما أنه أنقذ حياتكن من ناحية أخرى، سأوصي له بعقوبة الأعمال للمصلحة العامة. آه؟
ولكن ماذا تفعل هنا؟ أخبرني. أنا أنظف سيارتك، بقي وقت فراغ قصير بعد انتهاء من فروضك وإعداد الحلوى لك. براندي، أعتقد أنه علينا التحدث. بسبب الحلوى؟ لديك حساسية ضد الحلوى؟ لا، ليس بسبب الحلوى، الأمر يتعلق بنا. لا أستطيع الخروج مع شاب يهتم بي كثيراً. لا؟ حقاً؟ أعرف أن هذا جنون، لكنني بحاجة إلى أحد أقيم معه علاقة فعلية وليس لعبة تخدمني. يعني تتخلين عني؟ أجل، لكن سنبقى دائماً أصدقاء. حسناً، يستحسن أن أذهب، علي إيجاد صديقة أخرى ترافقني إلى حفلة التين ساكلز هذا المساء. حفلة التين ساكلز؟ اشتريت تذكرتين في الصف الأمامي، ولكن إلى اللقاء.